الطبق اللي حنعمله وجبة متكاملة، حنعمل بطاطس بيوري مع الكفتة. نبتدي خطوتنا الأولى. حسخن زيت الزيتون، حضيف البصل، وقلب شوي بس ليدبل عندي البصل. حضيف شرائح الثوم أو إذا حبيته مهروس، الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، وحقلبهم مع بعض. معجون الطماطم، وحنضيف كمان بندورة مفرومة، بابريكا، الملح، فلفل أسود، وحنضيف السكر لتظبيط طعم الصلصة، وحقلبهم تقليبة سريعة. حضيف كمية بسيطة من المي، حوالي نص كوب. حسيب الصلصة تتسبك وأبتدي أجهز الكفتة. لتجهيز الكفتة بحتاج أفرم البصل، اللحم المفروم، ممكن أستعمل البقر أو الغنم، وأضيف البصل. حضيف كمية بسيطة من البقسماط بيساعد على تماسك الكفتة مع بعضها، كمية من البقدونس، الثوم المهروس، الملح، والفلفل الأسود، وبهار مشكل. بخلط هالمكونات مع بعض وبشكلها إلى كرات. حشكل الكفتة إلى كرات تكون كبيرة في الحجم، بيبقى شكلها لطيف كوجبة، ونحاول يكون عددهم متساوي. يعني جهزنا الكفتة ونشوف طريقة الشوي. في مقلاة حسخن شوية زيت، حوالي ملعقة كبيرة. هحط كرات الكفتة وأستنى لثواني بسيطة لغاية ما يتحمر عندي القاع، وقلبهم هيك على كل الجوانب لغاية ما ياخذوا لون ذهبي لطيف. طبعا مش هيستوي 100%، يعني 70% فقط، لأنه بعد هيك هدخلهم الفرن. حاولوا تحركوهم على كل الجهات عشان يتماسك عندكم اللحم. ونبتدي نجهز البطاطس. أعزائي، للبطاطس أنا بحتاج حوالي 4 حبات متوسطة كبيرة حسب الكمية، يعني هذا الطبق مرن شوي. بقشر البطاطس، بقطعها مكعبات وبسلقها، ونشوف طريقة تجهيزها. البطاطس بعد ما سلقتها على طول وهي سخنة حبتدي أهرسها. هضيف عليها الزبدة، الملح، وكمان أضيف شوية زيت زيتون، حيعطيها طعم كتير طيب. باستعمال الأداة هرس البطاطس ببتدي أضغط عليها. هلأ بضيف لها شوية جبن إذا حبينا بارميجان أو جبن رومي أو جبن موزاريلا حسب رغبتكم. في طبق الفرن هحط شوية زيت وأمسح الطبق. هحط البطاطس في طبق الفرن، ويفضل دائما أشتغل فيها وهي سخنة. أضغط عليها لغاية ما تتوزع عندي في قاع الطبق. خلوها بشكل عشوائي، يعني إحنا ما بدنا إياها مرتبة كتير، إشي بسيط بهالطريقة. مباشرة حوزع عليها كرات الكفتة المشوية. حرتبهم يكونوا واحدة جنب واحدة. هذا الطبق كتير مميز بصراحة.
ونشوف خطوتنا التالية. حطيت بقدونس على الصلصة بيعطيها نكهة كتير طيبة كمان، وأبتدي حقلبهم وأحط كمية من الصلصة فوق كل كرة من الكفتة. ورشة بسيطة من الجبن، ندخلها الفرن تحت الشواية بس تتسبك هيك مع بعضها، ونشوف طريقة التقديم. طبق البطاطس بيوريه بالكفتة أصبح جاهز، رشة بسيطة من البقدونس، وفيكم تستمتعوا بأطيب وجبة، أرجو إنكم تجربوها. وتفضلوا.